بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب الصف الثاني الاعدادي مرحبا بكم في قناه درس انجليزي مع مستر عوض ربيع يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهارده مكملين الوحده ال 11 الدرس الخامس والدرس السادس من كتاب الجيم للصف الثاني الاعدادي في الاول بشكر كل من بيتابع قناه درس انجليزي مع مستر عوض ربيع واللي بيشوفنا لاول مره ما تنساش على الجرس واشتراك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد يلا بينا معانا صفحه 202 It's choose and complete. I send number one, I send انا بعت a to my friend صديقي on his birthday, في عيد ميلاده. يبقى postcard, بطاقة بريدية. Two, I like انا بحب horse knot in the pyramids, في الأهرامات. يبقى horse riding, ركوب الخيل. بعد كده معانا صفحة 203. Choose and complete. One, He was ill هو كان مريضا and not some lessons بعض الدروس يبقى missed فقد To I can't drive I can't drive لا أستطيع أن أقتص So I will not on the boat على القارب Stay يمكس Three Three found me اتصل بي To not some arrangements بعض الترتيبات For the next weekend في نهاية الأسبوع القادمة يبقى make يصنع بعد كده معانا صفحة 207 choose the correct answer one have you tried and to horse نوت before diving الغطس watching المشاهدة riding الركوب climbing التسلق riding 2 I like and I like star not at night في المساء climbing التسلق jazzing مراقبة النجوم collecting gamma riding الركوب jazzing 3) Rock climbing تسلق الصخور looks يبدو a bit إلى حد ما not to me. Awake مستيقظ. Asleep نائم. Strong قوي. Scary مخيف. Scary. 4) When tourists عندما السياح go be the water in the desert في الصحراء they leave rubbish. يتركوا القمامة there هناك. Swimming السباحة. Trekking الارتجال والارتحال. Diving الغطس. Sailing الابحار. Trekking. 5 not are the parts except the building in that is left تركت after the rest بعد البقية has been destroyed دمرت be right. ruins حطام وبقايا walls جدران blocks يعني عمارات سكنية roofs أسقف يبقى ruins six I know the answer الإجابة and it was right كانت صحيحة stayed مجستو. جسّت خمنته called اتصلت وناديت means يعني فقدت guest. 7 I always دائما use بستخدم الكوتون ايه للقطن after having a shower بعد الدش. trousers البنطلون socks الشراب او الجورب scarf الوشاح او الاشار towel الفوطة او المنشفة towel. eat I will finish my homework سوف انتهي من الواجب بتاعي الصور لاحقا. And then some I cannot you later. فيما بعد. call اتصل ميس يفتقد توك يتكلم سبيك يتحدث call Nine. tomorrow غدا is my birthday حفلة عيد ميلادي and we need محتاجين to some بعض الترتيبات جيت يحصل على ميس يفتقد ميك يصنع دو يفعل ميك 10 كان you help me تساعدني نقط ماي هوم يبقى هيلب 11 I am not. Let's find. هي نجد something fun ممتع to do together. كي نفعله سويا. Boring ممل. Bored يعني يشعر بالملل. Excited متحمس. Exciting exciting مثير. قلنا طالما ED هي التي شعرت بالصفة. وده بيتكلم I am يبقى bored. 11. Let's look. هي ننظر at the bright side. إلى الجانب المشرق. and think or think or not think is أشياء lazy كسول <laughs> كلمة ugly قبيح الشكل negative سلبي positive إيجابي positive thirteen it's important من المهم to stay in أنت تبقى نوع ضباط القارب when you go sailing عندما تذهب للإبحار you must stay on تمكس على fifteen Fantasia is a beautiful knot in Sweden. ايسلاند جزيرة ايلاند ايسلاند ولا ايلاند جزيرة سيتي مدينة ولا ليك بحيرة يبقى ايلاند 15 أي love بحب بيردس الطيور أي want to go أنا عايز أذهب إلى بيرد واتشنج مراقبة أو مشاهدة الطيور فيشنج السايد دايفنج الغطس سويمنج السباحة بيرد واتشنج 16 I usually have beans اللي هي فول and the cheese وجبنة not breakfast على الإفطار يبقى four. بعد كده معانا صفحة 208. complete the following كمل التالي. ساري is suggesting يعني بتقترح going to, to the park إلى الحديقة. ساري بتقول هاي ساندي why don't you come to the park with me؟ لما لا تأتي معي إلى الحديقة؟ بتقول لها thanks I love I would love to. أنا أحب هذا. قلت لها: great. قلت لها: we can meet ممكن نتقابل at 3 o'clock الساعة الثالثة. قلت لها: sorry, we can't meet. لا نستطيع نتقابل at 3 o'clock. I am saying saying أنا هشوف الدكتور. عندي موعد مع الطبيب. Can we go later؟ تقول: I am not sure. لسه متأكد. How about I like 4 o'clock في الساعة الرابعة؟ قلت لها: sound is perfect. يبدو شكله يبدو جميلا. See you أراكي at for then في حين إذن في الساعة الرابعة هتسأل سؤال وتقول لها Would you like to have something with me أحب أجيب لك حاجة معايا تقول لها Yes I'd love to but ولكن I can't have ice cream because it's unhealthy لأنه غير صحي تقول لها Don't worry لا تقلقي تقترح لها اقتراح تاني تقول لها How about eating something sandwiches أراك نجيب أجيب سندوتشات هتقول لها ذاتس جود ايديا اي لايك ساندوتشز بعد كده معانا صفحة 209 كومبليت ذا فولينج دايركت كمل هذه المحادثة وليد از انفايتنج سيد بيل عسيد تو بلاي فيديو جيمز بيقول له وود يو لايك تو كام اوفر تو ماي هاوس تحب تيجي للمنزل بتاعي اند بلاي فيديو جيمز يقول له يس اي لاف تو قلت له ايوه ويسام رائع My mom أمي ست قالت: "we can have some pizza too. ممكن نتناول بعض البيتزا أيضا." قال له: "that sounds delicious. يبدو ذلك لذيذا." هيقترح الاقتراح: "how about I like inviting in مثلا مصباح عند سليمان؟" هيقول له: "that's a great idea. مصباح عند سليمان will accept. سوف يقبلوا الـ invitation، الدعوة." هيقترح الاقتراح تاني، يقول we'll له: "could you bring..." لاب توب ممكن تجيب اللابتوب بتاعك؟ هيقول له Yes of course, I will bring my laptop. هيقول له no, Let's meet هينا نتقابل at 7 p.m. في الساعة 7 قال له Great, we will meet at 7 p.m. بعد كده السؤال التاني Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة Number one, he likes, بيحب فلاينج الطيران. So he wants تو to try, عايز يجرب hot air balloon. اللي هو المنطاط الهوائي ولا بيرد واتشينج مشاهدة الطيور ولا جازنج مراقبة النجوم ولا رايدنج الركوب يبقى هوت اير بالونينج تو every teenager كل مراهق لوكس يبدو نوع to having modern mobile phone يبقى عنده موبايل موبايل حديث يبقى after ولا forward يتطلع الى toward استجاه for من اجل او يبحث عن يبقى looks forward to 3 he wasn't at the school yesterday هو لم يكن في المدرسة بالأمس so he not an important English lesson عنده درس إنجليزي يبقى missed فقد had تناول ولديه one فاز lost يعني يخسر الشيء كاملا 4. I'd like أنا أود أو أنا أحب تقول go أن نذهب إلى desert الصحراء to enjoy كي أستمتع diving الغطس بانجي جامبنج الانزلاق بالحبال sand boarding ولا بالونينج sand boarding 5 when she sees عندما رأت انواع فيلم فيلم A ايه. at في المساء she can't sleep easily لا تستطيع ان تنام بشكل م... ايه سهل scary مخيف scared مرعب exciting مثير amazing مذهل scary بعد كده رقم 6 to go لكي نذهب دايفنج للغاز means معناته go not the water, الماء over فوق الماء above فوق الماء by big war, والأنظر تحت أنظر. 7 When I was in Luxor, عندما كنت في Luxor, I send, I نوات to my best friends, الأفضل الأصدقاء. Stitches, تماثيل, postcards, بطاقات بريدية بالونز, بالونات, temples, معابد, postcards. بعد كده معانا صفحة 210. eat they are not in your shopping تسوق جديد مول مركز التسوق tomorrow غدا لاحظ ان من علامات المستقبل واللي بيدل على المستقبل هو المضارع المستمر يبقى ار زائد اي ان جي اوبننج not واي نوت بلاينج لعب كره القدم tomorrow غدا tomorrow برضه من علامات المستقبل اللي بيدل على المستقبل هو ام is ار زائد اي ان جي بس في صيغه السؤال لازم از تتقدم على الفعل يبقى ازنت هي 10 all present all preparations كل الاعدادات بتاعتنا were made صنع عادل not a wedding party حفل زفاف tomorrow غدا tomorrow برضو من علامات المستقبل يبقى is having 3 complete the sentence كمل الجمل دي بالشكل الصحيح اللي ما بين الاقواس number 1 why don't you لما لا not this nice scarf هذا الوشاح الجميل لاحظ ان don't بيجي الفعل في المصدر يبقى where she not her aunt عمتها at night في المساء the day after tomorrow، tomorrow من علامات المستقبل يبقى اللي بيدل على المستقبل هو المباراة المستمر يبقى is fasting. 3 May not to London إلى لندن he has got the, his tickets عنده التذكرة بتاعته يبقى ده ترتيب يبقى المباراة مستمر يبقى is flying. 4 I not my old car سيارته القديمة. This is my intention هذه نيتي طالما نية يبقى ام از ار زائد جوينج تو زائد الفعل في المصدر يبقى ام جوينج تو سل بعد كده معانا صفحة 212 التست على واحدة 11 لسن السؤال الأول لسن and choose number one how is كايو سير حزين واللي جيد سك مريض طيرد متعب well two where is جينا going

بعد كده السؤال رقم 2 complete the following dialogue كمل هذه المحادثة راندا أسكس رشا سألت راشا about her plan عن خطتها for this evening لهذا المساء تقول لها جود afternoon رشا تقول لها good afternoon راندا تسألها سؤال اللي هو where are you going this evening لاحظ ان ده مكان اهو فشطبته وحطيت مكانه اداه استفهام where وعند ام دفع المساعد قدمته قدام بس حولته ل أر عشان الآية هتتحول الى يو 3 هتسألها سؤال هتقول لها to meet لكي اقابل my brother اخويا he is coming from England يبقى لماذا انت ذاهبة الى المطار يبقى why are you going to the airport هتقول لها when does his, pla his plane arrive الطياره بتاعتها هتوصل الى متى المتا... هتقول لها his plane arrives at 11 o'clock في الساعة الحاديه 11 تقول له I hope أنا أتمنى he will arrive safely إن هو يصل بأمان هتقول لها thank you شكرا لك بعد مع كده معانا صفحة 213 read the following اقرأ التالي ثم أجيب على هذه الأسئلة plastic is everywhere في كل مكان we use it بنستخدمه for many different things في أشياء مختلفة The problem المشكلة is the plastic إن البلاستيك stays بيمكث in the environment في البيئة for a very long time فترة طويلة some of بعضها the plastic people in Nas find بيجدوا on beaches على الشاطئ it's about تقريبا 100 years عمره 100 سنة we can recycle ممكن نعيد تدوير some plastic but ولكن most of it معظمها goes into the ocean بتذهب إلى المحيط plastic is poisonous سام جدا when animals عندما الحيوانات eat it بتاكله every year كل عام hundreds of sea animals مئات من الحيوانات البحرية and birds وطيور die بتموت from plastic wastes من النفايات البلاستيكية dolphins حتى الدلافين and sea birds وطيور المائية also أيضا swim بتسبح into plastic fishing lines في الصنارات السائلمين البلاستيكية We must يجب علينا try نحن نحاول to use نحن نستخدم other materials بعض المواد ايه, الأخرى such as مثل البيبر الورق and the glass with the jeans because بسبب these هؤلاء are easier من السهل to recycle. نحن نعملهم على التدوير. When we use عندما نستخدم a plastic shopping bag شنطة الشنطة البلاستيكية we should ينبغي علينا try and how to use it more than أكثر من مرة. We mustn't يجب, throw and rinse away these bags هذه الشنط. It will take a long time وهتاخد فترة طويلة to clean لكي تنظف all the plastic rubbish كل القمامات البلاستيكية from the beaches من الشواطئ and the ocean والمحيطات. But we mustn't stop. لا يجب أن نتوقف trying على المحاولة to help inside our planet الكوكب بتاعنا. بعد ما قرأنا القطعة، السؤال الأول answers the following question give a suitable title اعطي عنوان مناسب لهذه الباسج للقطعة The dangers مخاطر of plastic 2 Why is plastic dangerous? لأن البلاستيك خطير for animals and birds? Because it is poisonous لأنه سام 3 Do you think هل تعتقد we should ينبغي علينا stop نتوقف عن using plastic or at all على الإطلاق ولماذا؟ Yes I think أنا أعتقد we stop يجب أن نتوقف using استخدام It because they are easier necessary to recycle. مجموعة رقم B choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. For the underlined word الكلمة تحتها خط الكلمة Z is referred to تشير to إلى dolphins الدلافين paper الورق and the glass والزجاج fishing line الصنارة الصيد examples أمثلة paper and the glass. Five. The word "kill" means يعيد It means معناها use again. يستخدمها مرة ثانية again. يغسل stay سيبقى سيبقى find out يكتشف use again 6 it's better من الأفضل to use أن تستخدم paper ورق زين أفضل من using استخدام كلاس الزجاج bags الحقائب uh, caching اللي هو النقدية ولا بلاستيك بلاستيك رقم 4 choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة we should ينبغي علينا work نعمل together معا to the our environment safe لإيه للبيئة؟ keep المحافظة provide إمداد offer يعرض do يفعل keep. 2 Scientists يوز يستخدموا the wind الرياح to not electricity في إيه للكهرباء leave مغادرة finish ينهي start يبدأ make يصنع make. 3 My alma clock المنبه بتاعي didn't go not this morning لم يرن so I didn't wake up لم أستيقظ early يبقى go off. 4 She went to the ذهبت إلى الجبال to try لكي تجرب. Bungee Jumping القفز بالحبال. Diving الغطس. اللي هو الغطس الأنبي Rock climbing تسلق الصخور. Rock climbing. بعد كده معنا صفحة 214. 5. There is not at the top في أعلى the mountain الجبل look انظر it's all white كله أبيض galeed, wind, الرياح, rain, butter, storm, snow جليد wind رياح rain مطر storm عاصفة snow six people and sometimes أحيانا use بيستخدموا to film animal في الأفلام المين الحيوانات from the sky control التحكم drone الطائرة بدون قائد لون الشاحنة conservation المحافظة drone 7 I went out أنا خرجت in the evening في المساء to enjoy the استمتع star riding ركوب diving الغطس jumping القفز jazzing اللي هو مين مراقبة النجوم jazzing why do you need لماذا تحتاج to borrow my suitcase? case حقيبة السفر بتاعتي I not to, the vi to visit لكي أزور my mother أمي in Aswan next month الشهر القادم <مضوع> لاحظ <المستمر> ان نقسم من علامات المستقبل اللي بتدل على المستقبل هو المضارع المستمر يبقى I'm going. 9 This is my last day. ده اخر يوم ليا here هنا. I not back to England الى انجلترا tomorrow غدا. tomorrow برضه من علامات المستقبل واللي بيدل على المستقبل هو المضارع المستمر يبقى I am going. 10 On Friday يوم الجمعة at eight o'clock في الساعة الثامنة. I not my friend صديقي يبقى I am meeting مضارع مستمر. <أحز> Complete كمل بالشكل الصحيح ما بين الأقواس Number one The boy Roland and his father Abi are going to not دي اسمها طول مصدرية في الفعل في المصدر يبقى نشيل إضافات يبقى watch a football match Two What about ماذا عن أساليب الاختراع How about what about بيجي وراء أي من كوك تبقى cooking Lunch now Three I have decided أنا قررته طالما قررت يبقى ده اسمه نية يبقى I'm going to look for هبحث عن new job وظيفة جديدة for we know at a party حفلة نيكس Thursday دي يوم الخميس القادم at our home في المنزل بتاعنا ونيكس من علامات المستقبل واللي بتدل على المستقبل هو المضارع المستمر يبقى are having وبكده انتهينا من حل وشرح الدرس الخامس والدرس الثالث من الوحدة عشر من كتاب الجيم للصف السنة الإعلاني بشكر كل من بتابع قناة درس انجليزي مع مستر عوض